الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإلى آخره. إذا كنت تعرف الرقم الفرعي أدخله الآن. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لسماع باقة جديدة من أغنيتكم. نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. طبعا أنا معاكم دائما في حياتكم اليومية، بس أغلبكم ما يشوف شكلي، يسمع صوتي عن طريق المسجات اللي تسمعونها في الشبكة، مثل إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق. The number you're trying to dial is unavailable. Please try again later. معكم أخوكم فيصل العسكر، 36 سنة، الصوت الرسمي لشركة الاتصالات السعودية والعديد من الشركات السعودية. أنا صوت الرسمي لشركة روشن نظام الرد الآلي، وصوت شركة سامي والعديد من شركات التأمين. أعمل في مجال الفويس أوفر تقريباً من 8 إلى 9 سنوات. طبعاً أنا قصتي مع الصوت والتعليق الصوتي قصة قديمة، لأني أنا كنت من يوم كنت صغير كنت أحب أسمع الأصوات المميزة، كنت أسمع الكثير من المؤدين الصوتيين الموجودين في السعودية، من أمثال الأستاذ محمد السقا الله يغفر له ويرحمه، كان هو الصوت الرسمي لشركة الاتصالات السعودية. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. The telephone you have called cannot be reached at this time. كنت بعد أحب أقلد الأشياء وأسمعها، يعني كنت شديد أثر بأمة الحرم، كنت أحاول أقلد صوت الأذان في الحرم المكي، فيعني بحاول لكم كذا محاولة بسيطة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعاً قصة دخولي للتعليق الصوتي يعني مضحكة جداً. أنا كنت موظف خدمة عملاء في شركة كبيرة، شركة تأمين، ومرة من المرات كان في مشكلة في نظام الرد الآلي، كان نظام الرد الآلي كذا فيل، في مشكلة، دق علي عميل من العملاء ورديت عليه: عذرا، يوجد لدينا تحديث بالأنظمة حاليا، الرجاء معاودة الاتصال مرة أخرى. Dear customer, we have an update، زي كذا. فسمعوا المكالمة الإدارة العليا عندنا، وجاني إيميل من جهة كبيرة مرة أو منصب كبير في الشركة، قال لي أنت وش قاعد تسوي، وcome to my office، تعال المكتبي. فأنا رحت مكتبه وقال لي يعني يا فيصل أنت في شركة تأمين كبيرة وهذا الكلام المفروض ما يصير، ولو سمحت رح الطابعة، خذ الورقة حقت فصلك والإتش آر الدور الثاني، يعني كانوا يبون يفصلوني. فرحت طابعة أخذت الورقة، قريت الورقة، اكتشفت أنه هو كان يعرض علي أني أنا أصير نظام الرد الآلي الخاص بهذه الشركة. فهذا من هنا كانت البداية، يعني بدأت أسجل أنظمة رد آلي من هذا الموقف اللي كان الأمانة يعني مضحك وفي نفس الوقت يعني يخوف، وفي نفس الوقت كان باب انطلاقة كبير لي أني أنا أسجل يعني أول عمل لي مع أكبر شركة تأمين موجودة في المملكة. مرحبا بكم في STC. كل واحد فينا عنده حلم ممكن الناس تشوفه بسيط، بس حلمه هذا يعني له كل شيء في الحياة. من يوم كنت صغير كنت أحب أسمع الأصوات المميزة، كان عندي اهتمام كبير بصوت الرد الآلي، كنت أشوفه مثل السحر، أتصل وعيد وأسمعه مرة واثنين وثلاثة، وكنت أتمنى يكون هذا صوتي كل الناس تسمعه بضغطة زر. طبعاً تجربة تسجيل أول مرة، أو أول مرة سجلت فيها، كانت تجربة ممتعة للأمان، لأني أنا كنت دائماً أسجل في البيت، يعني بالمايكات البسيطة اللي عندي أسجل و يعني أرسل من عندي، أسوي مونتاج بسيط. فلما الاستديو له جو جميل جداً، خصوصاً لعشاق التعليق الصوتي،
لما انت تقابل مثلا مهندسين صوت على كفاءة عالية، لما انت مثلا تقعد مع ناس يوجهونك صوتيا، يعني مثلا في التعليق الصوتي في بعض الكلمات لازم يضغط عليها الواحد عشان يوضحها في الإعلانات، يعني مثلا باقة مفوتر خمسة، هذه من الأشياء اللي الضغط على الكلمات، فلازم توضح للكاستمرز أنهم يسمعونها. طبعاً المواقف الطريفة اللي صارت لي بعد ما صرت صوت نظام الرد الآلي الخاص بSTC هي مع أمي للأمان الله يحفظها، لأني أنا كنت أكثر شخص ألقى منه فويس ميل ورسائل صوتية هي أمي، كان يجيها مثلاً الجوال يتقفل، وفعلاً الجوال متقفل، إن الهاتف المطلوب لا يمكنه الاتصال به الآن، مقفل الجوال فعليا، مو هو انا، يعني ما دقيت العب عليها، فكانت تترك لي رسائل صوتيه، يا فيصل رد، يا فيصل لا تستهبل. فكانت من اكثر المقاطع او من اكثر الاشياء اللي كانت، يعني كانت تضحكني مره اذا سمعت المقاطع الصوتيه من امي في الفويس ميل حقي. وبرضه يعني غالبيه الناس اللي ما اعرفهم اذا بغيت اصرف احد اقدر اصرفه بكل سهوله، يعني يدق علي اي احد، لقد تعثر مرور مكالمتك، يرجو معاوده الاتصال مره اخرى، شكرا لكم، مع السلامه. فيعني ما ألقى أي مشكلة في تصريف أي أحد. رحمات الله عليهم تترى، فقد سادوا وبادوا في هذه الحرب الطاحنة، وفي هذه اللحظة العظيمة يجتمع الجيشان، الجيش الأول بقيادة امرأة شهد أنها بنت رجال. يعني مثلا من الإعلانات الغريبة اللي سويتها، قد طلبتني شركة سبوي أني أنا أسوي إعلان على طريقة المعلق رؤوف خليف، عصام الشوالي. فعصام الشوالي تعرفون كيف تعليقه، هذه الكرة خطيرة والهدف الأول من ميسي، ليه ثم ليه، هذه الكرة هدف من ميسي، زي كذا. كان بطريقة مغايرة أني أنا أوصف ملعب وأعطي اللاعبين صندوق فيه وجبات أكل. أحد أحلامي أني أنا كنت أرغب أني أكون صوت STC، فأنا كنت يعني لا أخفي، قبل أصير صوت STC كنت أنا أدق على 902 وكنت أسمع للمؤدي الصوتي السابق للSTC وقول يا رب أكون أنا، يا رب أنا أصير صوت STC، والحمد لله رب العالمين، يعني أنا الحين صوت يسمعونه كل الناس في التليفونات، وبرضو يا رب لك الحمد الآن صوتي راح ينسمع في الطيارات بإذن الله مع فلاينس في دعاء السفر. أطمح أن صوتي يطلع في كل مكان، هذا طموح أي مؤدي صوتي، وأنا إن شاء الله أرغب أنه إن شاء الله بإذن الله بعد صوتي يطلع في المترو، في وسائل المواصلات اللي هي الجاية بإذن الله عندنا في السعودية، مثلا المترو، الباسز والأشياء هذه كلها. ضيوفنا الكرام، طبقا لأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، يرجى اتباع الإشارات المضاءة وتعليمات ملاحي الطائرة من أجل استعمال أحزمة الأمان. تستمعون الآن إلى دعاء السفر، وهو أحد الأدعية التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإلى آخره. فإن شاء الله بإذن الله راح أكون الصوت الرسمي لشركة فلاي ناس، وراح تسمعون صوتي على طيران فلاي ناس كله إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم، إلى أن نلقاكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم فيصل العسكر.